نعم، مجدي في البرلمان هو استنكار من حزب، من أعضاء الحزب أو أعضاء البرلمان التابعين لحزب أنصاف الباكستاني. هذا الاستنكار عبروا عنه في الخروج من البرلمان الباكستاني ومقاطعته بعد ترشح اسم شهباز شريف لرئاسة الوزراء. الأمر الجدير بالذكر بأنه لم يتم ترشيح أي شخص آخر أو اسم آخر، سواء من الأحزاب الأخرى أو حتى من حزب أنصاف الذي يترأسه عمران خان. يعني لو أن الأحزاب بحسب مراقبين، لو أن حزب عمران خان يستنكر هذه أو هذا التحرك البرلماني ويستنكر وجود شهباز شريف كمرشح للبرلمان الباكستاني، فالمراقبين يرون بأنه كان على حزب إنصاف. إذا كان فعلا حزبا متماسكا ومتكاملا، كان عليه أن يرشح شخصية لهذا المنصب، لكن ما قاموا به هو حقيقة هو استنكار تبعه خروج من البرلمان الباكستاني ومقاطعتهم للبرلمان الباكستاني. الأحزاب المعارضة بصفة عامة ثابتة على موقفها وقامت بترشيح شهباز شريف. يعني هذا التحرك كان بالتوافق مع بين جميع الأحزاب المعارضة وحزب فيما بينها بترشيح شهباز شريف، والجهة الأخرى كان حزب أنصاف والحكومة السابقة وأعضاء البرلمان. هذا الحزب والذي كان من المتوقع أن يتحرك بشكل أفضل بترشيح شخصية أخرى لرئاسة البرلمان أو رئاسة الوزراء الفترة القادمة لم يقم بذلك، وقام بمقاطعة البرلمان واستنكار ترشيح شهباز شريف. نعم. نعم، لكن إلى متى سوف تستمر هذه الأزمة؟ يعني في ظل الاستقالات وأيضا إقالة رئيس الحكومة، يبدو أن هناك أزمة سياسية في البلد. كيف سوف تكون تداعياتها واستمرارية هذه الأزمة على المواطن الباكستاني؟ التداعيات حقيقة هي داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يقوم البرلمان بإيجاد حل فوري لهذه التداعيات بترشيح وتنصيب رئيس للوزراء للفترة القادمة. هذا هو الحل الأمثل الذي يراه يعني الساسة الباكستاني ويراه القضاء الباكستاني، والذي دفع القضاء الباكستاني لترشيح أو تنصيب عياض صادق في منصب رئيس البرلمان للبدء بالإجراءات وعدم تعطيل الدستور وعدم تعطيل البلد، وما قد يؤدي إلى تعطيل في التأثير سلبي وتعطيل في الاقتصاد الباكستاني بصفة عامة. إذا كان التسريع هو منذ يوم تنصيب رئيسا للبرلمان بعد أن عطل البرلمان أسد قيصر ونائبه قاسم سوري، ومن ثم استقالوا، وبناء على ذلك قام القضاء بتنصيب عياض صادق رئيسا للبرلمان. البرلمان الباكستاني هو الذي حدد اليوم توقيع موعدا لتنصيب او ترشيح رئيسا للوزراء. التحرك قام به حزب انصاف في او اعضاء حزب انصاف للبرلمان، وهذا الامر لا يضر طالما ان البرلمان الباكستاني لديه مرشح للفترة القادمة. شهباز الشريف هو المرشح الذي اتفقت عليه جميع الأحزاب المعارضة، وبقي حزب أنصاف وهو الحزب اللي مفترض أنه يكون في معارضا، إلا أنه استقال وتحرك من البرلمان، وهذا نعم، الأمر لا يضر. الساعات المقبلة سوف نشهد فيها تنصيب لشهباز الشريف لرئاسة الوزراء.